السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي، بإذن الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب باي بيت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي اكسرسايز تدريبات أو فوكابلري على المفردات، نحل مع بعض تدريبات على الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الثانية من كتاب باي بيت صفحة 112 وصفحة 113. أول سؤال بيقول هنا choose، اختار the correct answer، الإجابة الصحيحة. أول سؤال معايا عن definitions، التعريفات. السؤال رقم واحد بيقول هنا to know what means، يعني أو معناه. when a customer، لما الزبون أو العميل asks someone، بيطلب من شخص ما to send، bring، إن هو يرسل أو يحضر، or make something، أو يصنع شيء ما for him، له. لما الزبون يطلب إن هو من شخص يرسل له حاجة أو يحضر له حاجة أو يصنع له حاجة أو يجهزها له، ده اسمه إيه؟ complain يعني يشكو، كده إن هو بيشكو، ولا arrive يصل، ولا repair يردد ويكرر، ولا order ده معنى كلمة طلب إن هو كده بيطلب. طبعا ده معنى order، بعمل order بطلب من شخص يبعت لي حاجة، يحضر لي حاجة، يجهزها لي ويصنعها له ويبعتها لي. رقم 2 to know what means، يعني to send a message، ان انت ترسل ايه؟ send يعني يرسل، message اللي هي رسالة، يرسل رسالة electronically، يعني ايه؟ يعني يرسل رسالة بطريقة الكترونية او الكترونيا، ان هو يبعت رسالة بشكل الكتروني الكترونيا، ده معناه ايه؟ buy معناه بيشتري، ولا ايميل، ولا يرسل بريد الكتروني، ايميل اللي هو يرسل بريد الكتروني او رساله بريد الكتروني. pay يعني يدفع، ولا repair يعني يصلح. طيب يبقى ان انا ارسل الرساله بشكل الكتروني، ده معناها ان انا عملت ايه؟ ايميل، بعت الرساله الكترونيا. رقم 3 to know what is to return a phone call، يعني بتعاود مكالمه الاتصال تاني، او انت تعاود الاتصال مره اخرى. return يعني يعيد، يعيد الاتصال مرة أخرى، معناها أن أنت بتعمل إيه؟ complain، كده يبقى أنت يشكو، تعمل شكوى، sell يبيع، deliver يوصل ويسلم، ولا call back يعني يعيد أو يعاود الاتصال، طبعا معناها أنه هو بيعاود الإيه؟ يعاود الاتصال، تمام؟ يبقى call back يعاود الإيه؟ يعاود الاتصال. بعد كده رقم 4 or a not is something، بيكون شيء ما، you make انت بتعمله، when you are unhappy لما بتكون غير سعيد، about something بشأن شيء ما، لو حاجة انت مش سعيد او مش مبسوط بيها انت بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايميل، بتعمل بريد الكتروني عشان الحاجة دي انت مش مبسوط بيها مش عاجباك، ولا complaint انت بتعمل شكوى، ولا call back يعني اللي هي اعادة اتصال، ولا اوردر بتقدم طلب. حاجه مش عجباني انا بقدم على طول ايه؟ كومبلينت، بقدم شكوى. رقم 5 ذا تي تيستد هوريبل، الشاي مذاقه فظيع يعني سيء جدا. كلمه هوريبل فظيع او مريع او سيء جدا، از سينونيم فور، سينونيم اللي هو المرادف، يعني ايه؟ يعني عايزين كلمه بتساويها في المعنى. terrible فظيع او سيء جدا، ولا terrific اللي هو رائع، ولا pleasant اللي هو المسرور، ولا delicious لذيذ. لو عندي كلمة horrible بتساوي كلمة terrible بتساوي very bad، بتساوي سيء جدا، تمام؟ يبقى بتساوي terrible. رقم 6 آية is wearing a beautiful dress، آية بترتدي فستان ايه؟ فستان رائع او فستان جميل. the adjective اللي هي الصفة beautiful، الصفة هنا بتاعتنا اللي هي كلمة beautiful يعني جميل، تمام؟ is the antonym of، يعني دي بقى المضاد من كلمة of the word، يعني عندي كلمة جميل مضاد كلمة ايه بالظبط؟ كانوا بيقولوا مضادها ايه؟ excited، excited يعني متحمس، coming يعني ايه؟ يعني تهدئة، ولا ugly يعني قبيح، ولا pleased يعني مسرور.
يبقى عندي هنا كلمة beautiful جميل، المضاد منها الانتنم هي كلمة ugly، ugly يعني قبيح. بعد كده جايب لي هنا صفحة 113 والسؤال رقم 7 بيقول لي the adjective excited، عندي هنا الصفة excited يعني متحمس. similar in meaning يعني ايه؟ يعني بتتشابه في المعنى، بتتشابه في المعنى. تو مع ايه بقى؟ terrible يعني فظيع او سيء جدا، bored يعني شاعر بالملل، interested يعني مهتم، sad يعني ايه؟ يعني حزين. يبقى عندي كلمة excited متحمس معناها متحمس لشيء، ان انا مهتم بهذا الامر او مهتم به، يبقى interested. رقم 8 she has a loud voice، هي عندها او صوتها عالي، صوت عالي تمام، a loud voice. the antonym of the word loud، عايزين المضاد من كلمة عالي بتكون ايه؟ low يعني منخفض، عندها صوت منخفض مثلا، noisy مزعج، bored شاعر بالملل، happy سعيد. يبقى الانتريم المضاد من لود اللي هي الصوت العالي او عالي اللي هي low يعني منخفض. رقم 9 بيقول هنا to get the opposite of the word happy، ان انت تحصل على العكس من كلمة سعيد. we add the prefix، احنا بنضيف البادئة حروف ايه في الاول لكلمة happy عشان تبقى غير سعيد، دي اي اس اي ان يو ان تي اي اللي ايه طبعا يو ان تبقى ان هابي يعني ايه؟ يعني غير سعيد، تبقى ان هابي غير سعيد. رقم 10 بيقولي the verb buy، الفعل يشتري، is turned into a noun يعني بيتم تحويله او بيتحول الى اسم، by adding بإضافة، بنضيف له إيه؟ the suffix، بنضيف له اللاحقة إيه؟ f u l i o n e n e r طبعا بنضيف له إيه؟ by، هتبقى buyer، buyer اللي هو مين؟ اللي هو المشتري، كده حولناه إلى إيه؟ إلى اسم buyer، يبقى أنا عندي كده بقيت إيه؟ buyer المشتري. رقم 11 the verb excite، excite يعني يدهش أو يثير، is turned into بيتحول الى an adjective، بحوله الى صفة، by using the suffix باستخدام اللاحقة ايه؟ بجيب ايه حروف في اخر كلمة excite عشان احوله الى adjective صفة، ed i a n l y f u l طبعا بضيف له الed، بتبقى ايه؟ تبقى excited، excited excited يعني متحمس، كده بقت adjective صفة. رقم 12 بيقول هنا ايه؟ كريم sent me a message، كريم sent me يعني أرسل لي رسالة، on the internet عبر الانترنت أو على شبكة المعلومات الدولية. this means he sent me، ده معناه إن هو أرسل لي إيه؟ قرآن نقط. أرسل لي إيه بقى؟ الرسالة عبر الانترنت اسمها إيه؟ present بعت لي هدية، إيميل بعت لي بريد إلكتروني، ولا product بعت لي منتج، ولا delivery بعت لي التوصيل أو التسليم. طبعا رسالة عبر الانترنت أو on the internet على الانترنت اسمها إيميل، البريد الإلكتروني. رقم 13 بيقول هنا رحاب bought some necklaces، رحاب اشترت بعض من necklaces، necklace اللي هو بعض العقود كده، and rings رينج اللي هو الخاتم، بعض العقود والخواتم. this means ده معناه she bought ان هي اشترت some بعض ايه؟ العقود والخواتم ديت اسمها ايه؟ machines اسمها ماكينات او آلات، ولا source ولا اسمها مصادر، ولا pottery اللي هو الفخار او الاواني الفخارية، ولا jewelry ولا اسمها مجوهرات، العقود والخواتم اسمها jewelry مجوهرات. رقم 4 بيقول هنا فريد returned my phone call، يعني عود الاتصال بي مرة تانية. this means ده معناه he called me ان هو اتصل بي ايه؟ behind خلفا، forward يعني باتجاه او ناحية، ولا back يعني هنا ايه معناها call me back يعني يعاود على بعضها كده، call me back يعني بيعاود الاتصال بي مرة اخرى،
ولا ان. طبعا اسمها call me back يعني يعاود بالاتصال مرة اخرى.